شويه وصافي على البركه. كان داك الشيء شويه مزير، هو اللي كيتعاون معاه، هو اللي كيتبع معاه كل شيء، احداث كامله من الاول، وعنده مساعده ديال الاورطوفونيست هي كتساعد معاه. قال لك مصابه هو دابا حيت معاه مرافق هو اللي كيكتب ليه، ما كيكتبش لراسو، ولكن شويه كان شويه خاصو شويه بريباراسيون ضروري. والحمد لله شويه جاهم شويه قاصحه في الفيزيك والمات وداك الشيء، الحمد لله الحمد لله. ايوا امات ايوا واش ضروري راه غتعاونهم وغادي تدعمهم وتمنوا لهم الخير ونتمنوا لجميع الوليدات كلهم النجاح والتوفيق ان شاء الله. ضروري وشويه الحمد لله الحمد لله كندعمهم ويديروا داك الشيء اللي عليهم والكمال على الله سبحانه وتعالى. هذا هو. شوف حنا بالنسبه بالنسبه لي شخصيا، كنهضر مع البنيه قبل الامتحان وكنعطيها نصائح على اساس ان خاصها تخدم قبل الامتحان، بعد الامتحان ما بغاش نهضروا عليه. الا كان شي حاجه بصراحه بان هذا العام الامتحانات كانت صعيبه خاصه في ماده الرياضيات والفيزياء، الا كان شي مشكله كاين في المنظومه التعليميه كامله. الا خدينا على 20 سنه ان الامتحانات كانت غاديه بنفس الطريقه بنفس، صحيح ان هذا العام كانت مختلفه، ولكن الخطا ماشي في التلاميذ، مي خطا في المنظومه كامله، المنظومه التعليميه اللي كانت غاديه بنفس السيستم وما خداتش بعين الاعتبار المستوى ديال التلاميذ، وخاصه هذا الجيل هو جيل ديال كما يسمى بجيل الكوفيد، لانه ما قراش الكاتريماني كامله وما قراش السينكيماني قراها كامله، وبالتالي كان 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 هذا تحصيل حاصل. يعني التلاميذ هذه النتيجه هي كتعبر على السنوات اللي ما عاشوهاش في التعليم. وفي الصراحه داز العام فيه معاناه كثيره من البدايه ديال العام، لان كيف كتعرف بان ولات الدروس الخصوصيه حتى هي حطمتنا بواحد الدرجه اللي كبيره، وما قلناش كنعانيو، ولكن كنتسناو على الاقل تكون نتيجه مزيانه، لان هذا الشيء اللي تحط فاجئنا كثير، ماشي غير الوليدات حتى الامهات وحتى الوالدين. يعني عطينا الاكثر اللي قدرنا نعطيو ليه، نعطيو كثير، ولكن ملي كنجيو نلقاو الريزولتا ماشي من جهه وليداتنا، وانما تحط شي حاجه اللي ماشي في المستوى. الا كان الامتحان تحط بواحد الدرجه عاليه، على الاقل يكون كيقول الواحد انك داك الشيء اللي بغيتك تعطيني خصك انت اشنو قدمتي ليا باش المردوديه تكون هذا. نقولوا ان الخلل يعني في المنظومه، فوالا الخلل كاين في المنظومه، والخلل الكبير هو ان ما كتعطاش الدروس كما ينبغي كتعطى في المدارس، يعني المدرسه ما كتعطيش هذا، يعني خصك كيعولوا لك على الدروس الخصوصيه. ورساله اخرى كنعطيها للوليدات هو انهم كيقصروا في انا هضرت على الوالدين، رساله للوليدات بصفه عامه كيقصروا من جهه القرايه. علاش؟ لان نورمالمون كاع الوسائل تعطات، كاينه يوتيوب، كاين كل شيء، الدرس كيتعطى. يعني الا ما خديتيش عند الاستاذ، في الصراحه نهضروا نكونوا واقعيين، الدرس ما خديتيش فهذا، الا انت عندك القريحه كاينين بزاف د الحوايج كتقدر توصل بهم. كتقلب عندك يوتيوب، عندك ما نهضروش على الدروس الخصوصيه، وانما غير يوتيوب تقدر تاخذ فيه الدرس كما ينبغي. ما لقيتيش الاستاذ كيعطي في يوتيوب، كاينين اساتذه اخرين. الوغ هنا كنتحمل المسؤوليه، حتى الدراري كنحملهم المسؤوليه، لان ما واصلينش لواحد المستوى اللي خصهم يعطيو فيه. ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.